بشوي، اعقب عليهم بشكل سريع، اللي هم الاسندنج اللي هو اسندنج بشكل طالع. بعدها بيجي عندنا الارش اللي هي كيرف، خلينا نحكي العكسه، اللي بيطلع منها ثلاثه برانش. بعديها بعد ما يثقب الاورطه الدايفرام بصير عندنا اللي اسمه هو الديسندنج اورطه. هسه الارش في ثلاثه برانش، بدنا نحكي اول شيء نبلش على منطقه الليفت. هسه بما انه حكينا الاورطه بيطلع على جهه الليفت على جهه اليسار، منطقيا ما فيش داعي ان اعمل فين يطلع على طول بعدين يتفرع، لا تفرع مباشر. بيطلع عندنا اللي هو اول واحد اللي هو الاس اس اللي هو الكومن كاونتد، بعدين يطلع عندنا الاس سي اللي هو السول فينا كابر. الكومن كاونتد اسمه كليفن، اسمه كليفن هو اسمه صف عشان تحت كليفن بالنسبه للكابر، وبينزل من تحت صف كليفن. لما نبلش مثلا في الكومن كاونتد عشان يطلع من فوق لتحت، الكومن كاونتد بيطلع من بيطلع حكينا بيتفرع من جهه اليسار، بضل طالع لجهه يغذي جهه الراس كامل الهيد مع النك. بينقسم بما انه كومن ذكرتها الدكتوره وقال لها اخوي اي شيء اناتومي كومن بينقسم، راح ينقسم الى اثنين، واحد هو اكسترنال واحد انترنال. الاكسترنال راح يطلع يغذي منطقه الفيس وهذا منطقه الهيد، اللي تعرف منطقه الفيس هو هذا المكان اللي يجي يكون من منصف الوجه. منطقه الانترنال اللي هي تيجي بتطلع بتغذي الهيد كامل، بتطلع بتغذي البرين، تمشي في السالب الدماغ وتغذي البرين، البرين الشاك بتغذي البرين. هسه بنحس انه البالس موجود هنا عند الهيد اللي هو الاكسترنال. بتعرف هو في بعض فكر هو على جهه واحده هو على الجهتين موجود، يعني على الجهتين تقدر تمسك البالس لانه يمينك نفسه يسار ما في اختلاف. خلصنا الهيد ننزل على خلصنا الهيد بشكل كامل، نيجي على السب كليفن. السب كليفن هو حكينا اسمه سب كليفن بالنسبه للكلافيكال. منطقيا بما انه نزل تحت الكلافيكال ما في داعي يطلع من فوق الشولدر، لا حينزل تحت الشولدر عند منطقه الليبرت اللي هي نفس اسمها اكزيلا. بما انه مشى اكزيلا وفي ارتي في منطقه الاكزيلا حنسميها اكزيلا ارتي. الاكزيلا ارتي حيكمل يمشي في منطقه الابريوس، راح يتعدى منطقه الليبرت اللي هي الاكزيلا الى ان يخش في منطقه العضد اللي هي اسمها البريك. مشى في البريك نسميه بريك ارتي. البريك ارتي حيرجع يتفرع مع الاثنين. في تحديدا نحكي في منطقه الالبو واحد يتفرع الاثنين، واحد ميجر او نحكي بالر ارتي، والريجل اللي هو قسم من البالس كمان وعلى الجهتين موجود، تقدر تقيس البالس من هنا تقدر تقيس البالس من هنا. خلصنا من منطقه الليفت. طب حكينا احنا لو طلعت على الشمال نيجي على منطقه الرايت مش معقول انك تتفرع على طول، يعني مسافه طويله. فبدنا تاكسي يحمل على السريع اللي هو اسمه اللي هو بريكيو سيفريك، اسمه بريكيو لانه يضرب منطقه اليد بريكيو، وسيفريك يعني معناها راسي او ناحيه دماغ. فبيطلع عندنا اللي هو البريك سيفريك اللي هو عباره عن تاكسي يوصل انه يوصل عند اليدين. بعدها بيتفرع على نفس التفرع اللي حكيناه قبل شوي، بيطلع عندنا السي سي كوم كاونتد والاس سي الموصل كليفن. نفس الطريقه اللي حكيناها على الشمال حيطلع على اليمين بنفس الجهه. هسه احنا خلصنا الارتش، الارتش كما ذكرت عقبت عليه بشكل سريع. نيجي على الديسندنج، هو اسمه ديسندنج لانه داي فرام، لو تشوفوا داي فرام جاي هيك. فعندنا الديسندنج بيطلع منه هو بالذات عند منطقه ببلش الاثنين عند السكند هو بيطلع من هذه المنطقه، هو هم بيسموه سكند عشان هو اخذ الاستلام وفوق عند الحجر. حيطلع منها حوالي السندنج بدل بعد ما نفسه دايفرام او اسمه دايفرام راح يصير عندنا اسمه اللي هو اللمبر راح يصير السندنج اورتا بعد ما نفسه دايفرام السندنج ابدو حيطلع منه بنفس الطريقه اللي طلع فيها الاورتا، حيطلع بشكل فنتال ثلاثه ارثي مميزات مميزات عشان طريقه طلعتهم انه بشكل امامي ما حيطلع من جنب زي ممكن يفكر انه بيتفرع على شكل جانبي وما حيتفرع على شكل امامي اللي هم ثلاث. اول واحد هو اسمه سكيلك ارتري، الثاني هو اسمه في عندنا اثنين حيكون واحد فوق وواحد تحت، منطقيا اللي فوق يكون اسمه سكيل او مازنتريك والثاني يكون اسمه انفيل مازنتريك. التحديث راح احكي ايش بيغذي؟ لا 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 ما في داعي؟ ما في داعي. طيب خلاص عن منطقه الابدونات. بعد ما يمشي الابدومينال الورطه حيوصل لمنطقه الثاي او منطقه الالبو من قبل، راح يوصل عند منطقه الحوض. في هاي المنطقة
ينقسم لاثنين، هيصير عندنا اثنين اللي هو رايت وليفت كومن ايلك، وبما انه كمان اسمه كومن احنا جاي نتفرع على اثنين اللي هو واحد اكسترنال وواحد انترنال. نبلش مثلا الاكسترنال، الاكسترنال حيمشي في منطقه الثاي، حيمشي ورا ليجامنت اسمه انجيجوال ليجامنت، حيمشي وراه بوستيريوم يعطينا اللي هو الفيمور والارتر. الفيمور والارتر حيمشي في منطقه الثاي، بعد ما يخلص منطقه الثاي حيمشي في البوبليتير فوس، دخل البوبليتير فوس حيتغير اسمه للبوبليتير الارتر اللي احنا حكينا عنه من جسم البلس الليك. بعد ما يخلص البوبليتير الارتر حيمشي حينقسم لاثنين كمان، حينقسم الى ميديال تيبيال ولاترال تيبيال، انتيريو تيبيال وسوتيو. الانتيريو حيظل يكمل عند الاصابع اللي هو الدوزال فيليس اللي هو جسم البلس، اما البوستيريو راح يكمل جهد الاصابع للجهه اللي يعطينا مش اضافي هو اسمه ميديال اند لاترال بلانتر ارتري. حنخلص الكلام عن منطقه الليج اتوقع حيضلوا مكمل في منطقة البريكيا، حيصير اسمه بريكيا الارتري، حيتفرع على اثنين اللي هم اول الارتري وكيب الارتري. طيب حنرجع نعمل مراجعة سريعة بشكل سريع جدا، نرجع نحكي ديسندنج ارتري حتى ديسندنج ارتري، حينزل حيمشي في منطقة الابدومينال، وحيكون جنب الثوراسيك، حيكون اسمه ثوراسيك ارتا، حيمشي الابدومينال ارتا، حيمشي بعدها في الثاي يصير اسمه الفيمورال، بعدين حيكمل بجهة البوبليتير فوسا يصير اسمه البوبليتير الارتري. بعد ما خلص البوبليتير الارتري حكينا حيتفرع على اثنين اللي هم التيبيال والانتيريو.